استنوني. وهربت كل الحيوانات، كل واحد يدور على مخبأ عشان يتخبوا فيه. ما هم خايفين من النمر، ما هو أصله كان شرير. ووصل الأرنب بيتهم ولقى مامته قاعدة بتفطر. يا مامتي يا مامتي، شفت اللي حصل؟ اللي حصل يا حبيبي؟ اللي حصل احكيلي بسرعة. ماما غزولة ماتت، النمر كلها. ايه؟ النمر الشرير اكلها؟ احنا امتى هنخلص بقى من النمر الشرير ده؟ ربنا ياخده، واي حيوان كده يجي ياكله، اسد ولا نمر ولا اي حاجة. انا رايح بقى اكل جزر عشان جعان جدا. ايوة يا حبيبي، فعلا الجزر حلو قوي النهاردة، خش كل. ودخل ارنوب المطبخ يدور على الجزر ياكله وهو زعلان.